السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد اللي غادي نحضر فيه معكم واحد البسطيلة سهلة وسريعة للمبتدئات اللي بغاو يحضروا أول مرة بسطيلة وتنجح معاهم. غادي نحتاجو الدجاج، غادي نحتاجو العطرية اللي غادي يكون فيها واحد 3 ديال الضريسات ديال الثومة أو 4 على حسب كمية الدجاج، واحد نص معلقة كبيرة ديال السكنجبير، معلقة ديال الخرقوم عرق مطحون، 4 معلقة ديال البزار، شوية رص معلقة ديال القرفة، ولا كانت عواد نديروها ماشي مشكل، واحد نص ضامة ديال الدجاج إلا كان كنور ديال المستعمل في الدار، من الأحسن شوية الملح وشوية ديال السمن وواحد ضامة ديال الزعفران، ولا كان الزعفران طبيعي تا هو يكون من الأحسن، واحد شوية ديال السمن وثومة كما قلنا في الأول، صافي والربيع قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق. هذه هي العطرية اللي غادي نحتاجو وغندوزو باش نديرو الدجاج ديالنا في الكوكوط. وغادي نحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت بلدية، غنديرو ملي غادي نديرو الدجاج في يتقلى غادي نديروه معاه. صافي غادي نضيفو هاد العطرية ديالنا على الدجاج، صافي وغادي نحطو على البوطة باش يتقلى هاد الدجاج مزيان. الدجاج انا دابا حطاه كيتقلى مرة مرة نحركو حتى يتقلى مزيان. واحد خمسة ديال البصلات يكونوا كبار مقطعين مشنفين رقيق، نحرك مزيان الدجاج مع العطرية وغادي نضيف عليه هاد البصلة. صافي وغادي نحط كل شيء على نار مهيله يتشحروا. بعد ما خليته يتقلى مزيان وحركته دابا ضفت عليه الماء وغادي نسد عليه الكوكوط وغنخليه يطيب. كما تشوفوا انا حليت الكوكوط على الدجاج ديالي، ها هو طاب، ها هو تشوفوا انه طاب بالصدر ولا الخط. دابا غادي نحيدو من الماء ونخليه يتقطر على جنب، والمرق غنخليه حتى ينقص من الماء وحتى يعقد باش غادي نضيف فيه البيض. دابا ها هو الدجاج حيدناه هنا باش نخليه يبرد ويتقطر باش نفرتوه، والمرق راه حطيته على شعلت عليه خليته باش يغلى ويعقد، وهادو 6 البيضات اللي غنبداو نضيفو في المرق ونحركو باش يعقد لينا. غادي نبقى نحرك فيه مزيان حتى ينشف البيض من الماء ديالو ويبقى لينا غير البيض ناشف ما فيهش ما بقاش فيه المرق. دابا بعد ما وجدت المكونات كلهم غادي ندوز باش نبدا نعمر الورقه ونصايب واحد البصيطله. هنايا عندي اللوز، نص كيلو ديال اللوز سلقته، حيدت ليه القشره، مسحته، دهنته بشويه ديال الزيت ودخلته الفران تتحمر مزيان، وطحنته غير شويه ما نيلتوش مع شويه ديال السكر كلاصي. وغادي نضيف ليه دابا القرفه، واحد شويه ديال القرفه، وغنضيف ليه ما زهر بشويه يتعلق، واحد جوج معلقات عامرين بالمزهر، باش ما يبقاش ناشف حيت هو ما مطحونش مزيان، ما خليتوش حتى تعلق مزيان، حيت الا درتيه وهو ناشف تيبقى باين ناشف في البسيطله، ما كيجيش زوين، ولكن مع مزهر كيجي معلك في ديك التقرميشه وفي نفس الوقت متجانس ماشي ناشف. نزيد واحد شويه
صافي غيكون بحال هكا. صافي دابا غناخد واحد لاطه، حطيت واحد شويه ديال الزبده مذوبه، واحد بيضه حتى هي مضربه اللي غادي نلصقوا بها. صافي ها هو الدجاج عندي موجود مفرتت، وهنايا ديك لاصوص اللي عقدتها بالبيض باش ندير بها حتى هي طبقات. انا غادي ناخذ هاد اللاطه، هاد اللاطه اللي غادي ندهنها. دابا غادي ناخذ الزبده وغادي ندهن بها اللاطه باش نفرش فيها الورقه. ندهن مزيان من الجناب ومن الوسط مزيان. وغادي نجيب الورقه، غادي نبدا نحط بحال هكا بهذا الشكل. الورقه ما خصكمش تجيبوها وتبات حيت كتخسر، خاص ما تجيبوا الورقه حتى النهار اللي غتبغيو تحضروا فيها البسطيله باش الورقه ما تخسرش ليكم، حيت الورقه راه كتبدا تكسر، ما كتجي زوينه. غادي ناخد اول حاجه شويه ديال البيض وغنحاول نلصق به دوك الوريقات. من هنا من الجناب باش يلصقوا. من بعد غادي ناخذ الزبده وغادي نبدا ندهن بها مزيان الورقه ديالي. صافي وغادي ندهن بشويه ديال البيض هنا في الوسط باش نجيب واحد الورقه اخرى اللي غنديرها فوق من هاد الورقات اللي غادي تبدا تشد الحشوه. صافي دابا غادي ندير غير الزبده، ما غاديش ندير الزبده والبيض حيت غنبدا نحط دوك الحشوات. انا بالزبده باش كتجي رطبه. غادي اول حاجه غادي ندير الدجاج، غندير هاد الدجاج اللي فرسته. ندير واحد الطبقه تكون مهمه باش يجي باين فيها الدجاج. من بعد غادي ناخذ هاد الدغمير اللي درنا، غادي نبدا نحطها حتى هي. ونحاول نسرحها فوق داك الدجاج باش تجي مسرحه فوقه. انا قديتها فوق الدجاج كامل. جميع الجوانب والوسط. من بعد صافي غادي نبدا ناخذ داك اللوز وغادي نديرو هو الطبقه الثالثه. هانتوما تشوفوا كيفاش معلك، راه ما ناشفش، حيت الا كان ناشف راه غيبقى غير يتفرتت فين ما تقطع، يبقى يتفرتت داك اللوز ما يبقاش مجموع.
بعد غادي ناخذ هذيك الزبده وغادي ناخد واحد المعلقه وغادي ندير ديك الزبيده ندوزها شويه فوق من اللوز غير شويه بحال هكا. غادي نضرب دوك الجوانب وانا كنرد وفي نفس الوقت غادي نستعن بالبيض باش نلصق به. بهذه الطريقه هنا فين ما تنيس ندير البيض باش نلصق. هذا البيض هو اللي كيعاوننا باش غادي نثبتو دوك الجوانب. كنستمر بحال هكا وانا تندول. صافي تكتجمع ليا كلها غير بالبيض راه كتلصق مزيان وكتجمع. صافي دابا غندير نجيب الورقه باش نلمطها كنحطها بحال هكا. دابا انا دايره البيض هنا راه غادي تلصق. نجيب واحده اخرى حتى هي بحال هكا كما درنا في الاول. اول مره دائما البيض اللي غيشد لي هاد الورقات. نحاول نقادهم باش ما نكثرش الوراق وتجي غليظه. انا غادي ندير غير ثلاثه هنا كافيين باش ما تجينيش غليظه حيت غتكون وحده فوق منهم يعني بركه. صافي انا درت هنا البيض ودابا غادي نبدا نخشي. غادي ندير واحد شويه ديال البيض وغادي نخشي. غادي نلمطها بهذه الطريقه ومع كاين الصداع انا غادي نستمر غادي نلمطها ونتلاقاو. دابا بعد ما لمطتها كان حدايا الصداع ما بغيتش نخلي الفيديو دايز وقفتها. ودابا انا غادي ندهن بالزبده من الفوق. غادي ندهنها مزيان دابا بالزبده مذوبه من الفوق ومن التحت وبالصفر ديال البيض من جناب باش تثبت مزيان من جناب. هاد الطريقه كتكون حسن حيت ما كنكثروش الوراق وما كتجيش غليظه بكثره الورقه. هاد الطريقه كتجي مزيانه وما كتجيش معجنه. غادي نكمل الدهين ديالها كما قلت بالزبده مذوبه من الفوق ومن التحت والجناب. غادي ندير ندهنهم بالصفر ديال البيض. صافي وغادي ندخلها للفران وغادي نخرج. ملي تخرج من الفران غادي ندهنها من الفوق بالعسل وغادي نرش عليها اللوز كيفيري بعد ما حمرته. وطريقه الزين دائما كتبقى كل واحد على حسب الاختيار ديالو. ممكن نديرو غير خطوط بالسكر كلاصي والقرفه كما تشوفوا في الصوره. دائما طريقه الزين على حسب الاختيار. كنتمنى هاد الطريقه اللي درت تعجبكم وتجربوها لانها سهله وبسيطه. الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم بارطاجيو واشتركوا في القناه وشكرا.
شكرا.